2024 مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. نجم تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى من خلال لي فريكونس نتاعنا 106.9، وتتابعونا ايضا من خلال لايف ستريمينغ تلقاوها بدا تو تسويت على قناتنا في يوتيوب سونغون، كما تلقاوها ايضا على قناتنا وصفحتنا الخاصه في فيسبوك كيف كيف سونغون. برشا مواضيع في الحصه نتاعنا اليوم، اهمهم المنتخب الوطني التونسي، باش نحكيو ايضا على محمد علي برمضان، على المدربين في تونس، برشا كلام على الاقالات واستقالات. هذا الكل مع ضيوفنا اليوم. سي علي الكعبي، مرحبا سي علي. مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بكل مشاهدي ومستمعي قناتنا. ايضا سيدة ابو داوي، مرحبا والحمد لله على السلام. يعيشك خويا سلام، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا خاصه بالقمم اليوم اللي حاضرين معانا. تحكي على مروان تاج؟ لا 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 شنو لا 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 تو نخليك انت تقدمهم القمم انا وجميع مستمعين اذاعه مسك. يعطيك الصحة سيدة. ايضا يا من الزلفاني، مرحبا. هذا قمه ساعه. عايشك سيدة، شرف لي انا باش نكون حاضر معاك مع سي علي. زيد اهلا بيك سلام، اهلا بالحضور مشاهدين مستمعي اذاعه مسك. مرحبا انت، اهلا وسهلا. اهلا بيك سلام، مرحبا بالاخيين معانا ومستمعين راديو مسك، والحمد لله على سلامه سي رضا. سلمك عايش هو هذا قمه من القمم ولا باهي. خلينا نبدا حديثنا على المنتخب الوطني التونسي. اكيد الموضوع في الاسبوع هذا الأهم هو التحضيرات لانطلاق الستاج متاع المنتخب والمقابلات ضد جزر القمر. آخر أخبار المنتخب اليوم باش يكون التحاق محمد علي برمضان، علي العابدي، علي غرام بالتحضيرات متاع المنتخب بعد ما كملوا المشاركات متاعهم مع الأندية التونسية. قبل كل ما نبدأ نحكيه على المواضيع متاعنا، خلينا ناخذ كلمة كلمة ما سمعناهمش سي علي الكعبي، سي رضا بوراوي، وأيضا يمن الزلفاني على رأيهم في القائمة متاع المنتخب. مروان كنا سمعناه في الأيامات اللي فاتت، بسرعة ناخذ عندك كلمة سي علي. والله القائمة أنا نراها لي ثم امتداد للقائمة اللي فاتت، تقريبا ثم استقرار مع إضافة بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين ولا كانوا بعد شوية، كما رحنا بعد كما اسمه نتاعنا الدومي ديفونسيف تاع ألمانيا سخيري، فهمتي ولا؟ نعتقد ما ثماش مفاجآت كبيرة بالنسبة للقائمة. لا كونتيليتي مهمة، فهمتي ولا؟ وإن شاء الله تكون تحذيرات في مستوى المنتخب التونسي. الجو باهي، الظروف باهية، إن شاء الله ثمك الخير. باهي ناس أنت سريفا. والله باش نقول لك خويا، أنا عندي ثقة كبيرة الساعة في المدرب التونسي وبالذات الأخ فوزي بن زرتي والمساعدين نتاعو. جو فوا كو لا كونفوكاسيون نتاع آخر قائمة نتاع الانتخاب نتاع المنتخب هو انه لوساتور موجوده، يعني اون بو با شانجي في ليكيب ناسيونال، معناتها توم لاعبين تبارك الله كيما الطالبي كيما من لاعبين عندها تقريبا 5 سنين 6 سنين تلعب مع بعضها، نجيو في عشيه وضعها قال شنو قال علاش ما نعيطوش لدي. والمشكله الكبيره توم بعداش باش ندخل خويا علي في موضوع المدربين التوانسه اللي فريمون انا نسميها سيتيون كاتاستروف بالنسبه لي نحن، هو انه معناه ثقه ياسر في المدربين. ماذا بينا كل واحد ماذا بيكل تو مثلا نحن خداش 12 مليون وكان جيو نقولوا له ميا بربي اختارونا ال 25 ملاعبي تاع ليكيب ناسيونال، تو شوف كل واحد يعطيك ليستا هنا ما نجموش. شوف انا باش نسالك تو اخويا علي انت رينيت، وباش نسال اخويا ايمن زلفاني، باش نسالكم سؤال، فماش مدرب في العالم يختار ملاعبي اللي مش مقتنع بيه باش يخسروا؟ مستحيل. فهمت؟ مدرب يا ولدي هذا شواه حب ينجح صحيح يا ولدي، راهو صلاح المدرب هو اللاعب. صحيح ممكن انت وجهه نظر نتاعك تقول علاش عيط عليه وعلاش ما عيطش دايمن ولا علاش عيط المروان وما عيطش الاسلام، هذا هي نظرتك انت الفنيه، لكن ما فماش مدرب في العالم ما يرقد من النوم لما يبدا يخمم في هذاك ويخمم في هذاك. يعني معناتها نخليه المدرب يعمل الشواه نتاعو ويخدم بأريحية ونعطيه ثقة للمدرب التونسي. والموضوع هذا يا خويا سلام عندي ما نحكي فيه برشا فيما يخص المدرب التونسي. اي مثال اش احكي تفضل سي، قلبك معبي جاي. قلبي معبي بيان سور، انت تو بديت تقول على انت تو برك نسمعوا باش درا شكون باش ينحي يا ولادي. انا نحب نعطيكم حاجة، احنا خداش بوبيلاسيون تاعنا خويا علي 12 مليون، المغرب خداش
مغرب مصر خديش 120 خدي كلهم اكثر منا. احنا اقل شعب من ناحيه سكنيه اكو لا، واحنا اكثر شعب عندنا مدربين يشتغلوا في العالم، في العالم كله. لماذا المدرب التونسي ناجح البرة وهنا في تونس يعملوا فيه ما يتعمل؟ علاش؟ هذا سؤالي انا نحب نسمع. نحب البراني، نحب المسؤول، نحب المسؤول خويا علي، نحب المسؤول. يا ولادي خليوا المدربين يخدموا يا ولادي. الساعة قبل ما تحكي على مدرب، انت شعطيت لها المدرب، انت وين تحب توصل مع هذا المدرب يا ولدي؟ فما 50 كيب شاز شامبيونا، ما فماش رياح، ما فماش دوزيام، ما فماش ترزيام. يا ولادي راهو نقسم لكم بالله، وانا عشت البرة، افضل الناس مدربين حاليا بكل احترامي لزملاء المغاربة المصريين الجزائريين، راهو التونسي عنده اسم كبير خاصة في افريقيا وفي العالم العربي. هو عندنا مثال هو بحذنا بحذنا معروف البرة اكثر ما معروف في تونس. علي نحب نفهم حاجه، علاش ناجح البرة وانا لا؟ انا نتمنى ولدنا في المغرب رتبه تدخل تونس. اسمعني ها نصيحه نعطيك السيري ذا، ولدنا في المغرب 5 سي ماتش سون ديفيت، معين شعبين معين في بوركين يبدو لي خسر الماتش. انا ولد خسر انا زيرو هي انا الايراني في افريقيا دو سيوت شو اسمه نبي نصر الدين نصر الدين نبي محمد الساحلي في المستير كان ايراني في النمسا وايراني. يعني عندنا مدربين في كله في السعوديه موجودين باقاي مدربين اللي مش معروفين في تونس. فتحي شباب لي هز بطوله، فتحي شباب هز بطوله نتاع السعوديه مع فتح، مع نادي فتح فريق هذا يعني نجم نقولوا كاليبر 2 ولا 3. يعني باش نحكيك المستوى نتاع مدربينا في تونس هنا ما يصبروش عليه. اش كيما قال اش وفرت له انت باش ينجح المدرب؟ ثم ظروف النجاح من مكونات النادي، الظروف الماديه، الظروف الماليه، اللوجستيه. لكن حاجه بركة ما نقولوهاش، عايشكم عايش تقولوها، مشروع رياضي في تونس ما ثماش مشروع رياضي. مدرب يحبوا نتائج الناس كلها. خلينا نقول رايك انت يامن في القائمه تاع المنتخب. في القائمه تاع المنتخب كيما حكينا معناتها الجمعه اللي فاتت اسلام اللي دخل حنا بال مش يرجع ودخل ورجع حنا بال مع الافكتيف. فما دو جوار اللي هما دخلوا بلال ايت مالك وشهاب جبالي معناتها اللي هما نشوف فيهم معناتها لو بلوز ان فورم في الشامبيونا ودخلوا ونتصور معناتها كي مش ياخذوا فرصتهم باش يعطيو. سيرتو شهاب جبالي عندنا مشكله في صحيح بلا الماجري ما عندنا مشكله ديما على 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 الشارع اليمين. تبقي انا معناتها انا بالنسبه لي كيما قلت ونقعد انا على رايي معناتها من الاسبوع الفارط اللي حمدي العبيدي يستحق معناتها فرصته في المنتخب في خضم اللي عندنا مشكله في التهديف. كان معناتها يستحق معناتها فرصه نتاعو سيرتو نلعبوا كونتر كاليبر موش الكبير ياسر ومع اللي زاد كوم تاعنا نحن اللي هما في معناتها مش قاعدين يماركي ومش قاعدين معناتها معناتها في لي ستاتيستيك نتاعهم سواء مع جمعياتهم ولا سواء مع المنتخب مش قاعدين ياخذوا فرصتهم ومش قاعدين مش قاعدين يعطيو في المطلوب منهم. مروان اي تفضل. سلام عندي سامحني تفضل. تفضل. اللي لاحظته في الليسته تو ديال بحضنا لا تو ماخذ الاستوديو كامل. اسمع انا ننقد لكن بمعزه وباحترام صراحه. اللي لاحظته خويا زلفاني هو اللجنه مش موجودين بحاجه كبيره. ما نعرفش ثم اسلوب باش يغير اللعب نتاعه ويولي اربعه زوز مهاجمين. اللجنه ما عملتش حاجه كبيره. استبقت الامور انت شويه سي علي. باش نعطيه التشكيله المحتمله للمنتخب في المقابله هذه. معناتها بنسبه كبيره لكن ماهيش تشكيله رسميه بطبيعه، مازالوا ليزونترينمون وكل شيء نجم يتبدل سولون الجاهزيه نتاع الملاعبيه، سولون الاصابات، سولون برشا حاجات. ان شاء الله ربي يبعد علينا الاصابات. سيكيو سور اسلام راهو فوزي يبدا يحضر الماتش راهو من لونترينمون الاولاني يعرف الفورماسيون راهو ما يبدلهاش معناتها من اول نهار من اول سيونس يعطيك الفورماسيون هذيك. نورمالمون باش تكون امان الله مميش في الكاج، رائد بوشنيبه، علي العابدي مازال مش متاكد باش يكون موجود ولا حسب الحصص التدريبيه الجايه وحسب حالته الصحيه. نعرفوا الناس الكل اصابه يتلقاها في مقابله البي اس جي، اذا كان مش يلعب باش يكون حسين بن علي. في اللاكس واضح باش يكون ثنائي مرياح والطالبي، العيدوني، فرجاني ساسي، حنا بعل المجبري، يوسف المساكني، ايضا باش يكون شهاب الجبالي من المنتظر يكون في التشكيل الأساسية على رواق اليمين، وعلي يوسف كقلب هجوم. نسبة كبيرة ماهيش تشكيلة رسمية لحد الآن، لكن بنسبة كبيرة باش تكون هذه التشكيلة نتاع المنتخب. خلينا ناخذ رأيك مروان.
بون الحقيقه ممكن تفاجات بالفورماسيون حسب الكلمه كانت اللي قلت، ممكن تفاجات الياس الصخيري ما كانش موجود الحقيقه، استغربت ما منعرفش شنو معناتها صاير معناتها في الانترينمون كما قلت حسب التمارين، مي متوقع الحقيقه ممكن ننتظر كنت زاده كيف كيف شهاب جبالي دخوله من الاول ممكن زاده كيف كيف حاجه باهيه، خنشوفوا الملاعب هذا صحيح تو بريود عادي تو عنده عام في المستير كونفيرمي، نحبوا نراو جو جديده كيما كي شهاب جبالي ان شاء الله يزيد ياخذ فرصته، مي تبقى على الماتش سلام اليوم يظل لي با باش نجموا نترشحوا لكاس افريقيا. الحقيقه فريق انا ريت فريق ماهوش خايب، ما فريق معناتها عنده زوج نقاط يظل لي في ديبلاسمون عمل نقطه وفي تيران كونتر غامبيا زاد اخذ نقطه، يظل لي ماتش ماهوش باش يكون سهل للمنتخب ان شاء الله الاولاد معناتها يكونوا في نهارهم ويجيبوا يعملوا نتيجه ايجابيه باش تخلينا نعملوا با لكاس افريقيا. سيدا سمعت التشكيله شنو رايك فيها؟ تشكيله محتمله بالطبيعه. أكيد وأشوف رأو فما حاجة فما كلمة أنا منعرفش خوي علي وخوي أيمن، رأو الإكيب ناسيونال غير إكيب بيسير. هذه حاجة. ثاني حاجة ماذا بينا نشوفوا وجوه جديدة يولي في الإكيب ناسيونال ما نجربوش، يلزمنا نعرفوا حاجة أخواني من الرياضيين مروان إذا يدي ما يقولها رهوة. أنا هنم لا نحترم رأيه باي ما نغلوبي في الإكيب ناسيونال أن شوازي الميار في الوقت الحاضر، فما ملاعب برز تولي تنجم ملاعب عمره 17 سنه يلعب في ايكيب تيتولير ومتواصل في المباريات قاعد يلعب، يفرض نفسه على المدرب نتاع الفريق نتاعو ويفرض نفسه على مدرب المنتخب، مش على خاطر هو صغير لعب ماتش برز ويلزمنا نعطيوه فرصه، ما نعطيوش فرصه في الايكيب ناسيونال، ما نعطيوش فرصه جاهز جاهز الايكيب ناسيونال منين تاخذها هي كيما من الزيكيب تاخو من الترجم من الفريقي ومن الستاد ومن سيوتي من ما هنا انت كالفرق شنو اللي عطاتني ناخذ الجاهز اولا، مش انا عندي كاليفيكاسيون تاع كوب دافري مش مانيش باش نعمل ماتش اميكان، انا باش نجرب اي اونكور في الكيب ناسيونال ما نجربوش يا جماعه نفهموا بعضنا شويه. سيري ذاك كي نحكيو على التجربه مش باش نجيب انا باش كيما نقولوا باش نعملوا تيست في الكيب ناسيونال، هذوما كونفيرمي في جمعياتهم رايك اي هذوما كونفيرمي اي تمالك كيما تحكي لي تو باربع ماتشات مع النادي الافريقي كوم معناتها كي بدل بلاصه ولا اثنين ماهيش باش تتقلق جمعيه كامله، مي هذا كونفيرمي ماكش باش تجرب يعني في تيست في الكيب ناسيونال هو صحيح. خلينا نسالك سؤال يسحق يلعب سيلعب صحيح. خلينا نسالك سؤال انت تو فوزي المنزرتي تحكي لي عن ملاعبي هذا وعاجبك اي فوزي المنزرتي ما شافوش يا ابو هاو عيط له بيان سور اي نحكي لك اي عيط له بالنسبه للصغار سي رضا ما تنساش في الليستة فيها الكابيتان تاع الكيب ناسيونال او 20 اللي ماشي لمصر باش تلعب له زيميناتوار يلعب في بارما صحيح ان دي ميير جوار ستان جوار دو كاليتي كبيره وريتو في كونتر بارما كي تخل انس الحاج محمد انس الحاج محمد اللور ستان جوار كي بوكو دو كاليتي صحيح. والحاجه الباهيه اللي بوليفالون كيما ايت مالك اللي بوليفالون كيما جبالي نجم يكون على الرواق كيما نجم يكون هو الريزيتاكون ايت مالك بمعناتها خويا علي حاجه باهيه كي تدخل دم جديد وهذا اللي دم جديد يفرض نفسه في الكيب ناسيونال عليه بيان سور عجايزيه يفرض نفسه أنا. يا سي رضا رانا مش اخذوه على خدر صغير لا 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 عنده في ساقيه اغسل سي رضا نحن من الاغلاط اللي عملناها بعد كوب دي مونت خويا الفاني بعد كوب دي مونت تاع قطر ما دخلناش دم جديد من وقتها في الكيب وقتها عملنا مهما كان خلف الميتون الاولاني من كونتر استراليا ما عملنا اون بون كوب دي مونت يفو دير لا فيريتي صحيح عملنا اربع بونتو صحيح وربحنا شامبيون دي مونت قول لي رتحوا ما رتحوش جوارات بعد ولا تجري مصحيح انا غني ما عملناش اون بون كوب دي مونت لا عملنا كوب دي مونت انت رايك انا رايي كنا نجموا بعد كوب دي مونت اش نعملوا ندخلوا افيرا مزيد دخل شويه جوارات وبدا المدرب يدخل كان تفكر عنا جوارات بدا يدخل فيهم جاب جبالي جاب اسمه دخل فلان دربالي وبدات الامور كريستو كان تفكر وبدات الامور تحسن بعد يغطوا دانكو هوب وقفت الحكايه لور اما خير بعد كوب دي مونت قال خايب انا نقول باهية ثم واحد اخر يقول متوسطه كنا نجم نتعداو الدوزيام تور كنا ندخلوا افير مزير كلكو جوار خاطر الوقت ضيق بالنسبه توا بل جورني فيفا الوقت ضيق
يزمك تاخذ جاهزية وتكون الجوارات توب. ما عندكش وقت تخدم فيزيك واتليتيك خاطر ما تنجمش تخدم. ما تنجمش ما عندكش وقت تكتيك ما تنجمش تخدم حاجة كبيرة باش تعمل سنكرونيزاسيون اونتر لي ليني وتعمل ان فون دو جو حلو وانت تعرف تبارك الله. صعيب الوقت ما ثماش تنجم تحسن الوقفة ديفونسيف لكن ترانزيسيون يلزمها يلزمها ريبيتيسيون يلزمها شوية خدمة. سورتو نحن الاشكال اللي عندنا توا كي تجينا كيب كوب ناسيونال خويا رضا وتسكر لنا ليزيسباس نلقاو مشكل وقتها باش نعملوا اللعب. علاش؟ خاطر الانيماسيون ديفونسيف نتاعنا ما فماش اوتوماتيزم في الانيماسيون. نقول لك علاش؟ علاش ما فماش اوتوماتيزم خويا ايمن؟ نقول لك علاش؟ نهار الخميس الاخر نلعبوا في الشامبيونان هكا ولا؟ صحيح. يا نهار الجمعه باش نلعبوا ماتش اوفيسيال كونتر الوقت ما فماش وقت فور لونترينور ناسيونال باش يحضر ايكيب باش يعطي الفرصه للطفل الصغير يفو ان بو دو طون تاع 5 شهور 6 شهور يلعب لي ماتش ميكو هذاك. علاش يلزم الفورماسيون اللي لعبت المره الاخرى بريسك 8 9 يكونوا موجودين؟ اكيد موافقك انا خاطر التشكيله اللي عطاها تو ما حبيتش نحكي التشكيله عطاها سليم تاشون بارديا ما تم بارديا بارابور للكيب الاخرى فهمتي صحيح. فرجاني عمل مستوى محترم محترم جدا تقريبا ما تبدلتش برشا بارابور. عندك حنا بال ويوسف وعندك شهاب يوسف ملعبش. استاج اللي فات كان بليسي هي ملعبش ملعبش نحكي لك عندك فاهم فما استابيليتي في الدفاع فما كان ديفونس والجول اي استابيليتي في الجول ومعهم العيدوني الوسط العيدوني موجود اي وكاو بالرمضان ثم سبعة ملاعبية اللي قاعدين على التشكيلة مش حاطط التشكيلة علي يوسف موجود سبعة ثمانية. خليني أخذ رأيك أنت. هذم أفضل أحداث عندنا أيام اليوم بنظر الإصابات الأمور اللي صايرة اليوم في المنتخب. والله شو نقول معناتها بارابور شنو صاير في المخاطر فما شفنا مثلا الصخيري يلعب ميتون وخرج في الماتش اللي فات فهمتني الصخيري بيس ميتريس معناتها كي تقول لي معناتها فرجاني حنا بال والعيدوني نحط انا ديما الصخيري الاولاني وبعد نحط لي زاتر فهمتني عندك ولو انه منتخب على منتخب اضافته ماهيش كبيره بارابور اللي قدم في مناديه حبيت ولا كرهت يلعب في اونيفو عنده لابور شوف صخيري ما كل الجوارات اللي ما يتكلمش برشا وما تشوفوش اما يفيد انيفور انورم في البلان تكتيك صحيت تلقاو اكثر واحد يجري في الفتيران تلقى اكثر واحد معناتها يكوبي لي تراجكتوار تلقى اكثر واحد يعطي دي باس وما يعطيش دي باس عند صخيري عنده ميزه كبيره ياسر لي باس ما يعطيهمش باس معناتها التالي ولا لاتيرال ما يعطيش ديما الباس نتاعو بروفوندور يعطيك لي سوليسيون اللي هي معناتها اي واحد يلعب معناتها كريجيسول ولا ليور يحبذها معناتها ديما يطلب في لي زانتر ليني ياخذ الكره ومن بعد يمشي بها عندك شياب جبالي معناتها بالنسبه لي انا مقتنع به اقتناع تام بار كونتر لي شهاب معناتها في مع الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب راتاكو ما لعبش في الريويق في البوست هذيك عندنا برشا مشاكل اليمن ما عندناش كون لاعبي على اليمين اللي خذا البوست هذيك ولا كون في ميل لاعبين القدام عندنا الكل يحبوا يلعبوا على اليسار اسمه عندنا لا صحيح عندنا اسمه بلال المجري اللي توب فور بلال المجري بار معناتها ليرور اللي صارت هذيك معناتها عادي ما تصير في كرة القدم مي هو معناتها شفتوا ماتش الترجي الرياضي التونسي كان بيرفورمون ماتش الاتحاد العاصمه كان معناتها بيرفورمون وعملوا الكونفيرماسيون عملوا عمل سيزون محترمه السنه قاعد يكونفيرمي نجم يكون شاب جبالي قاعد يلعب وراتكو اما انا قناعاتي معناتها كمدرب شاب جبالي من افضل الاجنحه اللي باش تكون معناتها تلعب على اليمين عنده لا تكنيك عنده لا بويسونس عنده الروبلي ديفونسيف جارح في لعبه في لي ديويل حتى في الروبلي ديفونسيف صحيح عنده ريكسيون اللي فورمي في ليكيب ناسيونال في لي جون لعب كوب دي موند نتاع عبد الحليم سلطان نذكره وكان في الكلوب افريكان معناتها جوار بالنسبه لي انا هو بلال المجري نجم يكونوا حل على اليمين بقينا معناتها حنا باع المجري في الصحيح معناتها مع فوزي يحب البريسينغ لو كونتر بريسينغ حنا باع النجم ينجح له في البوست هذاك مي فما ما فماش اون ستابيليتي سور لو بلون معناتها التشكيله خاطر كيما قالوا خيان توا عندنا مشكله في الانيماسيون اوفونسيف الانيماسيون اوفونسيف مش بالاسامي مش تعملها بالريبيتيسيون بالصبر تكامل في الفورماسيون وبالكونتينيتي عوده حنابا ينجم يكون مفيد في الجانب هذا خاصه في الانيماسيون اوفونسيف اللي كنت تحكي عليها اي نجم يكون مفيد ومفيد جدا حنابا المجري مي مش تخسر محمد علي بالرمضان معناتها في الوسط دونك ما نعرفش معناتها التفكير شنو يمشي يصير معناتها في
التفكير. ديما نقول تشكيله محتمله، اكيد غدو بعد غدو تنزيدوا نوضحوا اكثر، توضح لنا اكثر التشكيله هذه. خلينا ناخذ رايك انت مروان. ممكن نكون معايا من شويه في اللي قالوا، ما يتبقى انا خيرت يكون ذول يبدا بالرمضان في بلاست فرجاني، ممكن راي ذا شخصي تبقى، خاطر ما تنجمش تكون تلعب بحنا بال وفرجاني سيسي اوفنسيف برشا زوز صحيح، اما المنافس مش كبير كبير معناها بيان سور، ممكن معناتها ممكن كوتي اخرى في ماتشات اخرين ممكن معاك في تحليل السافوار كيفاش باش يلعب بلا طريقه كيفاش باش يلعب. انت قلت تشكيله محتمله، ما نعرفش انا اشوف، انا ممكن حسب رايي زاد كيف ممكن زاد كان يعطي فرصه الاكثر اليوم، قلت لك اون فورم بلي ايت مالك نادي افريقي، ممكن حتى البوست اللي خمم فيه شهاب جبالي باش يلعب على اليمين هو مفروض على اليمين، انا راه معناتها ايت مالك ممكن غاديك ايت مالك يحب يلعب على اليسار ويحب يلعب تحت لاتاك، ممكن زاد يتغير تحط اليسار مثلا باريس اليسار بليسي موجود بليسي فوالا، ما حسب رايي الحقيقه على حسب انا راه الافكتيف اللي موجود الطريقه اللي يلعب بها فوزي وكل شيء ممكن هي المناسبه اللي باش تكون كنت المباراه الجزر موريس هو التكلف القمر. سمعني وسط التيران قال حنبال وفرجاني، بالعكس ينجم يمشيو بالكدا، علاش شفنا فرجاني مع الزمالك لوسكو ليتي يلعب حتى مع الغرافه، حتى مع الغرافه كيف حتى مع الغرافه ويبدا ليبر على الشريط اليمين ولا اليسار سو البلان اوفنسيف خلق العاده. اول حاجه تكنيك نتاعو وخبرته في الوقفه تري امبورطون، ثاني حاجه في قرايه اللعب بليز انفورماسيون لي تري انتيليجون، يعطيك في الكور مش لاتيرال برشا، يعطيك القدام في العمق، ينجم يكون هو حنا بال حل بركه. اما مع فوزي كيفاش يلعب انسل جوار سو البلان انفيفو اي جوستومون هذاك باش نسالك، قال لي من الصخيري معناتها ما يتمسش، مش تعبنا برشا من الصخيري ويعدوني مع بعضهم الزوز، الزوز عندهم مشاكل حسب صناعه اللعب، انا راه سورتو في تونس سي خويا سلام، سورتو في تونس انا راه ان سول بيفو ويكون سي فري كلام صحيح يكون الصخيري، اما العيدوني نشوفوا افضل مع المنتخب اكثر من الصخيره ديما مع المنتخب العيدوني افضل روندمون، لكن انت متقرا حسابك راه يلزمك التكامل، كي تجيب ثلاثه لازم تقرا لي كاليتي نتاعهم وتقرا كومبليمونتاريتي نتاعهم مع بعضهم، انا راه عيدوني ولا صخيري سي با مش حاجه بعيده برشا على بعضهم، لكن الاخر صخيري بلو تكتيكمون بلو مور، الاخر شويه عنده شويه كل تولي وزوز انغاجيه هو وليه برشا. شوف بربي سمحني جوست فيسا هو بالنسبه للفوزي بن زرتي معروف فيه معناتها ما شاء الله، معناتها انتم كمدربين قدام معناتها ولعبتوا ضده ديما سي فوزي بن زرتي ديما عنده يلعب ان سنتينيل ان ريليور ان ريجيسور واتاكون، ولا يلعب ان ريليور ودوز اتاكون مع بعض، معناتها ديما فما كسنتي ما يلعبش بدوبل سيس، يلعب سيس برك اللي هو معناتها كيما قلت انت معناتها هي الاقرب فهمتني، اللي هو ان سيس اللي هو البلوز اون فورم سو لو بلون ديفونسيف سو لو بلون معناتها وقفه سو لو بلون معناتها نشوفوا بالرمضان بلاصه حنا بعض مش مستبعد نجم، علاش قلت لك انا قلت لك على بالرمضان معناتها نشوف، اما ينجم يفاجئك باش يلعب دوز اتاكون ينجم كما قلنا كان بالموجود ينجم بالرمضان حنا بعد فرجاني ساسي وراهم صخيري ولا العيدوني ويعمل لوزونج دوز اتاكون صعيب، احنا عندنا مشاكل احنا عاسد عليه عندنا مشاكل في المهاجمين باش نزيدوا اللعب لا 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 اسمعني يلعب ايت مالك انا نقول يلعب ايت مالك ثم حاجه ما حكيناش عليها هو رجوع يوسف المساكني يوسف المساكني كي باسي بين بيريود في مركبونتو زين، إنه بين البيريود مبالغ فيها هذا سيدي علي، مركبونتو دوبا رجع، دوبا رجع خاطر ما لعب ماتش، لعب ماتش يعني رجع ني با مال، ينجم يعطيك، أنا لازم نعطيه قيمة للشخص هذا راهو بصراحة تامة، بس ثم نوع من التهميش في يوسف المساكني، ما نعرفش علاش دايور، سان جوار سول جوار في الجروب هذا اللي ينجم يبدلك طرح. كيف في أحسن حالات تطلب في الكلمة من بكري، شوف نحب نستغل الفرصة أخي من بحدانا يامن يا رب نحب نسأله سؤال وخاصة مدرب المنتخب اليوم نلعب ضد جزر القمر معناتها حاجة نجم نربحوها هوني فابوري لكن لو فرضنا ماتش ديسيزيف وماتش اللي يلزمنا نربحوه ونكون حاضرين 100%
باش نجموا نمشيو للكاليفيكاسيون. هل تؤمن بمدرب منتخب في ثلاثة ايام ينجم يعمل لك فورماسيون وتولي كومبيتيتيف الملاعبين كل مع بعضها والهوموجينيتي تتخلق بسرعه؟ لا امبوسيبل مستحيل. لا الربع لا لا لكن سامعني شنو تغير مع حاجه بركه حاجه بركه شويه بركه شوي. كي هو عنده فكره يحب يستمرار يحب نكمل خليك كمل نرجعوا كو لا فورماسيون نحكيوا احنا نعطيو في راي والكلمه الاولى والاخيره ترجع لسي فوزي. لكن انا نحب نفهم يظهر لي ما لعبوش برشا مع بعضهم فرجاني ساسي وحنا بعد راهو فما كومبليمونتاريتي. لعبوا مقابلات ما لعبوش برشا لعبوا في الكوبا لعب بعضهم برشا في الكوبا لعبوا برشا مع بعضهم. وحاجه اخرى نقول لك عليها راهو المدرب قد يكون سواء فوزي البنزرتي سواء علي الكعبي سواء سي مروان راهو ينجم يكون مقتنع او غير مقتنع في الطريقه اللي باش يلعب بها بلعب. ينجم يكون يقول لك المجبري بار اكزومبل في الوضع هذا ما نجمش نلعبوا عليك. فما ما نحكي لك بصفه عامه مش على الماتش هذا نحكي لك بصفه عامه باش معناتها الناس تفهم راهو المدرب ما يهبط فورماسيون لما يبدا يعاود فيها يولي حتى يتكلم وحده كي مهبول يولي باش معناتها ينجح معناتها ما ثماش مدرب يحب يظلم لاعب سيدي ذا. فما ماتشوات نتاع المجبري نحب نلعبوا فما ماتشوات نتاع بار اكزومبل فرجاني ساسي جاوب سيدي ذا شويه معاك مسير شغل نتفاعلوا معاك اغزل سيدي ذا ثم حاجه نتفاهموا فيها ساعه وديبار. شنو هي مدرب سيليكسيونير باش يجيب لك جوارات دي ميور دي حاضرين فوالا. حاجه اخرى لونترونور الهير باش يحسن فون دو جو يكون ثم استقرار في الفورماسيون اللي تمشي مع افكاره. كي شاف توا سي سام شاف سي زلفاني يلقى سبعة ثمانية موجودين في الفورماسيون القديمه. لكن اونترنور هو جديد سامحني اونترنور جديد بعقليه اخرى زرني عاد خلينا نكمل لك سي ريدان كمل لك. هو جاي لويه جاي باش يعمل لك جروب حاضر ويجيب الفيكتوار. تقول لي الوقت ولا الفون دو جو والفرجه تو يجيبوا الوقت تحسن الامور. اما توا لي بيرفورمون حاجته بالبيرفورمانس اللي هي الربح سيدي علي لاحظتها بلي حاجه انت ليكيب ناسيونال توا ونحكيو الناس الكل من منظر الكبير الجلال القادري المنتصر الوحيشي فوزي البنزرتي الكل هي بيدها نفس الفورماسيون. انا بيدي كلمش في كيب ناسيونال نفس الجوارات باش تختار ما عندكش ملوان برشا شواء نعطيك شواء مثلا هاك تحبوا تحكيوا على الشواء يشوف انت تقول لي في ثلاثة ايام في اربع ايام اللي عملوا جلال القادري واللي عملوا المنظر المبارك المنظر الكبير وكي جا فوزي البنزرتي هي بيت ما لين حد شيء يتبدل في الحين ناسيونال. حسني مبارك كل شيء وانا لا بروف وانا لا بروف في الحين ناسيونال. حسني مبارك توفى كي نحن قعدنا ها ونحينا ذا نحينا ذا كل مره جايبين راديين هذوما والريزلت قالوا سمعنا كيب ناسيونال هذاك اش عندنا ها ونعطيك انا بالاكزومبل شنو عندنا شنو اللي تقول لي عنه كيب ناسيونال من 2014 نفس الاسامي كل واحد ماخذها يبرز شي واحد اليوم في الشوبيونا شويه يجيبوه خذت خاطر وشوف انت هاو نعطيك بار اكزومبل اتقام الناس كل تحكي على اتقام في الاسبيرونس لعبش دقيقه في الكيم ناسيونال يجيبوا فيهم ما خذت خاطر والبلايص موجوده معروفه تقول لي فوزي البنزرتي ولا تقول لي جلال القادري ولا تقول لي فلان شفنا خضراوي كله كذا خلينا نجاوب شفنا خضراوي يلعب ستاج اللي فات مقابلات اللي فات شفنا بلال الماجري يلعب علاش تقابل ذات خاطر بلال الماجري خويا كي رجع لك اجا كلمك يرجع لي اسمه شفنا بوشنيبه لعب شفنا مش لعب بدون جد في المنتخب. يا اسلام ريت هذه التركيبه نتاع ليكيب ناسيونال حتى هو كان حضر كشريده هي بيدها حسبها من 2016 وانت مش كشريده على اليمين الطالبي في الوسط مريح كان علي معلول تو العابدي تو بيرز الصخيري ودرا شكون في الوسط هي بيدها الفرجاني يوسف المساكني إيه نفس التركيبه احسن حاجه الاستقرار عندنا ست سنين عندنا ست سنين نفس الوجوه تعبنا يا خويا تعبنا باهيش زاد اي ما عندكش اعطيني بديل عملنا كان خايب عملنا كوب دو مونت خايب عندنا درا شنو ديما نفس الاسامي ديما نفس الفورماسيون شنو جديد اللي عملتوه في المنتخب اعطيني بديل بديل هاو نعطيك فاليري شبيه ما يلعبش سامحني غرام حط الطالبي العابدي حط بالرمضان نحيلي شكون تحب انت صغيري حط شكون عاش شو اسمه اللي كيف في كوبنهاجن نفس الاسامي هذوما قاعدين يا ولدي نفس الاسامي هذوما فورماسيون جديده نفسهم ما لعبش لا هما هذوما مش قاعدين ياخذوا طون جو هي بيت الفورماسيون ديما نلقاو مريح ديما نلقاو طالبي يا اخي مريح ماخذها فونت كاس البلاصه هذيك اي وينو غرام وينو مفلان وفلتان يا اخي نتاعهم ليكيب ناسيونال شنو الحجمه تعبنا منهم الاسامي
يصليوا عني بيك كل مره فوزي البنزرتي هاو فلان هاو فلان فلان وهي بيد يعطيني شدي كيما سينال كي تحبوا تعملوا على ذوك تلعبوا فوزي فوزي ما نجحش في الكان ما نجحش منكم دموت بشكون بشوارات ربي يسمعني كي ناس مش احكي ما سمعنيش يا اسل قلت لك فوزي بنزرتي جامل شكون يا دي لا جامل يا دي بدلني هاو الحكي تحب انت قوه شخصيه تاع مدرب الى حين هذوما ما نجحناش بهم على 6 سنين عاود نعطيهم مره اخرى شانس يا اخي فرجاني سيزي من 2014 يلعب في الواحد يعطي وين الحاج محمود بتاع لوكانو اعطينا سامي خويا خلي وليد صغار دي تحبوا تاخذوا بلايص صغيركم في الكيم ناسيونال بعد تقول لي فوزي بنزرتي تي توا هذا كلام وين جديد عملناه في المنتخب ياكم تحكيو لا كانت رشا علاش قلت لك ضحي بير كان هذا ما نمشيش بير كان لاسي جوارد صغار خلي تعالى هذا مش منطقي بالكل يا شباب ما تخي كل واحد ماكم انتوما ما تحبوش هاكم شديتونا وفلان وفلان شوف دون سان سونس خويا اسلام خلينا نرجع النقطه هذه مسالش نحكيو فيها خاطر تري زامبورتون اللي يقول فيه هو ينفعل شوي صحيح لكن اما في اللب اللب الموضوع انا شويه خلينا نحكيو معاك فما حاجات اسمعني يا عش ولدي تم كلامه في نسبة مع مئوية معينة عنده الحق لازم إكليبر بين الجدد والقدم سمعني قلت أنا بعد كوب دي مونش قلت قبليك نفس الكلام هو يعاود فيه لكن قلت وانا بعقلية برزان هو بتنفيس يتخمر شوي لا لا حقه يقول لك أنا ماذا بين الروح روح جديدة والروح الجديدة بدأ فيها جلال وبعدك كيمشى هو تقصت الحكاية كلامه منطقي كيفاش قصته فما هاو فما فينهم هاني سميتهم لك تيك عبيت مميش بوشنيبة إيه علي إيه يوسف هاو من عبيه جدد إيه ما... الماجري خضراوي هو ماذا بيه أكثر إيش بيه ماذا بينا عرعار طو علي معلول انت يا ربي إيش فيه وإن شاء الله يرجع مين بيلعب في جمعيته بيه سمعني شفناه مع الجنيور ما شاء الله عليه عرعار طو يكون موجود وينجم يلعب تيتولير في وهو مش عارف في جمعيته تو هكا سي عليه نحكي لك انا احكي لك كلام منطقي شويه لازم نقبلوا ذاك لكن نحطوا الرابلاسون انا بتاع امبار ما جاي تو مع حاج محمود انس شفته كيتخلى شنو اللي عمل بدا ياخذ في وقت في جمعيته ما بدا ياخذ في وقته نحطوه هذا دي فالير سير شو شان فين نحضروا فيه نحن في الكيب ناسيونال جينيور ودخلناه حتى في الكيبا نتاع برايتون شو شان وينو جبريل وينو اي وينو تاع وين ما عادش برايتون خدمناه نحن في النخبه سي اسلام عشغلتي خدمناهم لوش نخدموا في النخبه بربي ونحضروا فيهم الجينيور والكادي نحضروا فيهم لشكون مول الكيب سينيور جمعياتهم ما يلعبوهمش ما يعطيهمش طون دو جو نلعبوهم في المنتخب هكا لا نحكي لك على تونس زاده حتى في تونس هاو سيدي علي خدم في ليكيب ناسيونال وينهم جواريتك هذوما ما فماش حتى واحد يستحق يكون موجود موجودين صحيح هذا اللي نحكي فيه انا نعملوا جريلاسيا اخرى نمشيو فاصل قصير موسيقى وبعد نكمل نحكيو في بقيه المواضيع في الحصه نتاعنا اليوم.